ولسه مكملين مع حضراتكم فقرتنا من فقرات مهارات عظيمه وصلنا مع بعض الفقره الطبيه معظم الاشخاص اللي بتعاني من الوزن الزايد بنلاقي الغالبيه منهم يعني بيعانوا برضو من مرض السكر للاسف مرض زي السكر والسمنه لما بيجتمعوا في شخص واحد للاسف بيأثروا بشكل كبير على ممارسته الطبيعيه في الحياه ده غير الحاله النفسيه للشخص اللي بيكون يعني سبب في نفسيته بتتعب جدا للاسف وده ناس كتير قوي تشتكي منه فبيبدا المريض يدور على كل الحلول اللي بتساعد انه في انه يتخلص طبعا من وزنه النهارده عندنا اسئله كتير جدا جت وطبعا هنرد عليها وطبعا الاسئله دي هتخص الناس بتتكلم عن مشكله السكر وازاي تتفاداها وخصوصا مع انواع الدايت المناسبه لمريض السكر هيخسر وزن قد ايه وهل لو اتعالج من السمنه ممكن يكون سبب في علاجه او على الاقل حتى تقليل نسبه السكر عنده كل الاسئله دي النهارده ان شاء الله الله يجاوب عليها ضيفنا اللي مشرفني ومنورني النهارده في فقرتنا دكتور علاء الدين احمد اخصائي تغذيه علاجيه اهلا وسهلا يا دكتور اهلا يا احلى شيف في الدنيا كلها <applause> الله يخليك حضرتك منورنا النهارده صباح حاجة طيبه بمناسبه عاشوره حضرتك في لحظه حاجه متلاحظه ان دايما المناسبات السعيده عندنا مرتبطه بالاكل مظبوط يعني مولد النبي صحيح هتلاقيه مرتبط بالحلويات صحيح رمضان طول الشهر اكل مظبوط العيد الأعياد. الصغير البسكويت صحيح العيد الكبير اللحمه ايوه بنتكلم على عاشوره اه عاشوره بنتكلم على شم النسيم هتلاقيه مرتبط بالبيض والفسيخ والرنجه. يعني اذا كل المناسبات العزي... الحلوه عندنا مرتبطه مم. بالاكل آه. وبالتالي مرتبطه بحضرتك. ربنا يخليكي دكتور يعني المناسبات السعيده مرتبطه بحضرتك. ليه. الله يخليك يا فندم. خليني بس الاول اقول لك على حاجه. اتفضل. اللي في عندنا دايما لما بنيجي نعمل انترفيو لحد بنساله هو انت عندك سيلف موتيفيشن ولا لا؟ يعني مم. ايه سيلف موتيفيشن؟ يعني انت بتعمل حافز لنفسك ولا لا؟ مظبوط. بتعرف ازاي تعدي من حالتك المزاجيه ولا لا؟ تمام. على فكره مم. انا لما باجي قناه الاهلي أوه. نادي القرن نادي عفه اللسان ايوه ونادي القيم والمبادئ ده بيعمل لي سيلف موتيفيشن تمام وجودي مع حضرتك كمان الله يخليك بيزود السيلف موتيفيشن والله نفس الاحساس على فكره بجد على فكره ده بينعكس حتى على الجو كله صحيح هتلاقي الجو كله فيه طاقه ايجابيه والاجواء جميل. والناس اللي موجوده مظبوط دي رقم واحد رقم اثنين احنا خلي بالك الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم على مقاومه الانسولين ال الانسولين مظبوط وصلنا لنقطه <applause> إني لما مقاومة الأنسولين لما بناكل الأكل السكر بيفرز في السكر بيفرز في الدم على صورة جلوكوز. أيوه. الأنسولين بيفرز من خلايا البنكرياس ومن خلايا اسمها خلايا بيتا في البنكرياس. <applause> السكر بيزيد، الأنسولين بيزيد. بنوصل لمرحلة هتلاقي حرك إن السكر بيزيد بس الأنسولين مش قادر ينقل السكر من الدم للخلايا. مزبوط. دي مقدمة للإيه؟ <applause> لمرض السكر. تمام. عشان كده احنا هنربط الحلقه دي بالحلقه اللي فاتت أوه. عشان كده احنا صممنا النهارده نتكلم على مرض السكر يعني في ربط بين السكر ومرض السمنه أوه. يا دكتور طبعا هنعرف أوه. دلوقتي حضرتك تمام. تمام خلينا نتكلم كان في حاجه اسمها مثلث بيسموه مثلث التخسيس اللي هو عباره عن غذاء تاكل اكل كويس ايوه وتلعب رياضه بما ان احنا في قناه النادي الاهلي يبقى الرياضه هنا شيء مهم جدا م -م. وبعد كده بناخد علاج تمام. وكل ده مرتبط بالحاله النفسيه اللي احنا قلنا ان احنا مم. بنعمل حاله سلبي موتيفيشن تمام, تمام؟ الثلاثه دول مرتبطين ببعض بعد مم. كده قلنا لا ده المثلث ده لازم اسمه مثلث الصحه مم. اللي هو عباره عن غذاء رياضه ثالث حاجه اللي هو الدواء تمام احنا هنا في الفقره بتاعتنا عملنا حاجه كويسه قوي احنا أي. ربطنا ما بين الغذاء وما بين الدواء يعني حطينا الغذاء في صوره دوائيه عشان كده احنا بنجي في الجزء الثاني بنتكلم على بيستا تمام. تمام دي رقم اتنين رقم ثلاثة خلي بالك لما لما نيجي نتكلم على الانسولين او نيجي نتكلم على مرض السكر هو يعني ايه مرض السكر الاول تمام ده سؤال لازم كل الناس بتساله مرض السكر هو ان الانسولين ما يبقاش موجود او موجود بصوره غير كافيه مم. عشان ياخد الجلوكوز من الدم ينقله للخلية اوكي مش موجود ده اللي هو اسمه تايب 1 اللي هو النوع الاولاني على فكره من ضمن الاهداف الاساسيه للفقره بتاعتنا ان احنا بندي ثقافه غذائيه للناس مظبوط الثقافه الغذائيه دي بتنعكس على صحتهم اكيد وعشان كده دايما تقدم اي شعب بيقاس بايه؟ بالصحه والتعليم صحيح فاحنا هنا هنا الهدف الاساسي من الفقره بتاعتنا ان احنا بندي ثقافه غذائيه وبعد كده احنا بنعالج المشكله مم. تمام؟ نيجي نتكلم على السكر تمام؟ السكر فيه نوعين ايوه وهنتكلم عن نوعين بالراحه كده وبهدوء في حاجه اسمها تايب 1 حاجه اسمها تايب 2 آه. الانسولين بيفرز من حاجه اسمها بيتا سيل في البنكرياس مظبوط طيب وان بيتا سيل ده بتبقى في حصل فيها دمج مش موجوده مزبوط. خالص فبالتالي انسولين من اساسه ما لا يفرز موجود ايوه يبقى محتاجينه ومن كرم ربنا علينا مم. ان النسبه دي تمثل من 5 ل 10% من مرضى السكر مم. ليه لان المرض ده ساعتها بيبقى مرض عنيف وده بيصيب الناس اللي هم اقل من 30 سنه على فكره فيه في اطفال في اطفال دي آه. هو يو. بيبقى في الغالب بيبقى حاجه وراثيه في الغالب عنده ده مش في البيتا سيلز دي مم. الانسولين اللي يفرز عشان كده بيسموه ايه انسولين ديبندنت يعني هو بيعتمد على الانسولين طيب صحيح وتكتشف ان المريض بتاع السكر اللي هو تايب ون هتلاقي ان هو عنده نحافه مم. لان هو عنده معدلات الحرق عالية قوي لان انا بدخل انسولين طيب. والاكل بتاعه الغذاء لازم معاه انسولين لما نيجي نتكلم على تايب 2 اللي هو يمس 90% اللي احنا بقى بنحلله مشكلته النهارده ايه. هتكتشف ان القصه مختلفه تماما لازم هنا الوجبات بتاعه التايب 1 لازم تبقى مم. منظمه ولازم ياخد سناكس يعني لازم ياخد وجبه ما بين الفطار والغداء وبين الغداء والعشاء, والعشاء وبعد العشاء م. ليه انا عايز احافظ له على معدلات السكر عشان الانسولين اللي بديهوله عشان ما يخشش مني في كومه ايه كومه السكر الله. اللي هو يبقى بياخد انسولين ما عندوش ما عندوش سكر صحيح. فيخش مني في الكومه م. طيب ون، بيبقى صعب شويه في علاجه ومن كرم ربنا علينا ان هو موجود من 5 ل 10% بس من مرضى السكر م. طيب نروح بقى لتايب 2 تايب 2 هتلاقي حضرتك ان الوزن زايد يعني دايما طيب 2 اللي هو يمثل 90% من مرضى السكر على مستوى العيانين هتلاقي عنده الوزن زايد دي رقم 2، رقم 3 هتلاقي حضرتك ايه بقى؟ الانسولين عنده يا اما بيفرز بكميه غير كافيه دي رقم واحد، رقم 2 يا اما الانسولين الانسولين بيفرز بس مش مش ذو كفاءه يا اما الانسولين بيفرز بصوره غير منتظمه. فده يؤدي لايه يؤدي ان انا عندي سكر مم. لان انا عشان كده تلاقي ان مرضى السكر تايب 2 احنا بنشتغل على ايه مم. ان احنا بنحاول نحفز البنكرياس او بنحسن من معدلات الانسولين تمام تمام اتفقنا تايب 2 ان هو النهارده عنده زياده في الوزن مم. زياده في الوزن ليه لان هو السكر عنده ال الانس... غير منتظم تمام. اللي هو الانسولين غير بيفرز بصوره غير منتظمه طب نظبط الدنيا دي ازاي بقى دكتور؟ حلو تمام خلينا نتكلم وجدوا ان احسن حاجه مم. تحسن من معدلات فرز الانسولين مم. هي الالياف كويس ليه الالياف؟ الالياف بتعمل ايه؟ الالياف بتحسن اولا الالياف على فكره هي كربوهيدرات بس كربوهيدرات ما بيزودش السكر في الدم كويس ودي من نعم ربنا علينا اه الحمد تمام؟ لله تمام ثانيا الالياف بتعمل ايه؟ بتخلي مم. امتصاص الكربوهيدرات بيبقى بصوره قليلة. فلما بيبقى بصورة قليلة معدلات فرز الأنسولين بتبقى بصورة منتظمة، لأن إحنا م. اتفقنا إن مريض السكر في تايب 2 هو عنده مشكلة في معدلات فرز الأنسولين. الأنسولين عنده بيفرز بصورة غير منتظمة، م. فأنا عايز أحسن له انتظام الأنسولين، يبقى محتاج إن أنا السكر بتاعه ما يعلاش فجأة. محتاج يعلق بصورة جرادوال، تدريجية. فلما هيعلى بصورة تدريجية الانسولين هيفرز بصوره تدريجيه هي. دي اللي ألياف بتعملها هي. هل احنا حلينا المشكله دي هم. اه حلينا المشكله دي حلينا المشكله دي ازاي عن طريق ان انا بدي المستحضر في الياف زوابة والياف غير زوابة وفي كروميوم وفي الكرنتين وفي الكروميوم اللي هو البيستا تمام يبقى اذن البيستا النهارده انا في الحلقة اللي فاتت قلت بتتاخد لمقاومه الانسولين لا وبقول النهارده هم. ان العيان اللي عنده سكر هم. من النوع تايب 2 اللي هو النوع الثاني اللي أيوة هو عنده زياده في الوزن ايوه اديله بيستا ليه؟ آه لان مكونات بيستا عباره عن ايه؟ عباره عن الشوفان ايوه وعباره عن سيليوم ورده القمح، رده آه القمح هنا الياف غير زواب تمام نتكلم بقى على اللي هو في اللي هي الشوفان والسيليوم ايوه بتعمل ايه حضرتك؟ بتخلي معدلات بتظبط معدلات فرز الانسولين تمام اللي هو اتفقنا من شويه ان هي دي بتبقى مشكله مع تايب 2 كويس اللي هو النوع الثاني من من مرضى السكر, من مرض السكر. دي رقم واحد، رقم اتنين بتحسن من تاثير او من استجابه الانسولين للجلوكوز كويس تمام؟ فبالتالي النهارده الجسم لما يبقى فيه جلوكوز زياده الانسولين هيفرز عشان ينقل الجلوكوز ده للخلايا للخلية اه مظبوط تمام كده؟ يبقى دي الالياف اللي بتعملها الايه؟ الياف الزوابة كويس. حلو؟ يبقى ليه في الذوابة بالاضافة مم. ان هي بتمنع المعدة وبتخلي قابلية الاكل بتقل. تمام؟ وبالتالي انا هنا ما باخدش سعرات حرارية عالية كتير، كويس. فبالتالي ده هينعكس على الوزن؟ مم. لا، انا كمان بحسن من معدلات السكر في الدم. كويس. عن طريق الايه؟ عن طريق الانسولين، وكمان ليها دور على فكرة ان هي بتقلل من نسبة الكوليسترول السيء. كويس طب دكتور احنا معانا انا عارفه معانا تقرير النهارده معانا استاذ ابراهيم خلينا نشوف التقرير ونرجع نستكمل مع دكتور علاء باقي اسئله حضراتكم نطلع للتقرير احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس اسمي ابراهيم محمد امام عندي 27 سنه كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير من ضمنها ان انا كنت ما كنتش بعرف البس كويس كنت بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره كان عندي صعوبه في طلوع السلم كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس الحقيقه ما كانش في اي حاجه محروم منها وانا بستخدم بيستا بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليله بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص غير ان طعمه كان حلو جدا كان بطعم التفاح فاكني بالظبط كنت بشرب عصير بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا ما بقتش عندي اي معاناه في اي حاجه ولا في اللبس ولا في الحركه بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا فيستا دكتور احنا شفنا مع بعض التقرير طبعا بتاع استاذ ابراهيم واضح ان هو شاب صغير يعني اتكلم عن تجربته وردة فعله عن البيستا بس خليني اسالك هو بيستا ينفع لكل الاعمار اه هو بس قبل ما اجمعك على سؤال استاذ ابراهيم الرياضي اه واضح طبعا في قناة النادي الاهلي الرياضيه يبقى بيستا لازم يبقى موجود في قناه الاهلي بص حضرتك هو ينفع لجمال الاعمار اه بس خلي بالك م. لان انا جالي سؤال ايوه هو ينفع الست اللي بترضع تاخده أمم. وكانت الاجابه لا لا هم ليه هم مش لا عشان خاطر حاجه لان احنا معملناش تجارب على بيستا على الست اللي بترضع ثانيا هو المشكله ان هو هيفرز اللبن فيفرس في اللبن ايه اللي هيحصل الطفل هي... هي... مش هيعرف معدلات... ياكل او لا وهيزود معدات حرق وانا مش آه. عايز كده خالص مزبوط. فعشان كده يفضل صح. ان هو يتاخد بعد فتره مم. الرضاعه مم. نفس القصه بالنسبه لفتره الحمل تمام عشان اصل الاسئله دي جات لي فتره الحمل احنا قلنا لم نعم ما فيش تجارب اتعملت بس على فتره على الست الحامل فبالتالي انا ما اقدرش اخش في الحته دي حضرتك بتسالي سن هو بس هو السؤال هو يستحسن مم. لحد سن عشر سنين ان انا النهارده طفل لما يبقى عنده زياده في الوزن انا بلعب معاه رياضه ما بحبش اخش معاه بحاجات أيوة لأن قبل على فكره ده. لان هو محتاج عناصر غذائيه ده هو في مرحله البلوغ ده في مرحله الغبور صحيح فانا محتاج ياكل بس يلعب رياضه مم. بس الرياضه هنا تتلعب اكتر من ايه اكتر من اللي بياكله مم. عشان كده احنا في قناه النادي الاهلي <applause> تمام نروح بقى اللي اكتر من 10 سنه او 12 سنه اه ياخد بس ما عنديش اي مشكله خالص لان اتفقنا ان هو عباره عن ايه عباره عن مصادر طبيعيه صحيح الياف طبيعيه اه الياف طبيعيه بس انا عايز اقول لك على حاجه بس اللي اكمل بقى كلام بيستا وعلاقتها بمرض السكر ايوه الكروميوم ايوه لسه كنت هسحك عليه دلوقتي اه الكروميوم ده 500 تيليجرام ده هو اتفقنا ان هو اكبر تركيز موجود في اي مستحضر مصري مم. في في فيستا كويس كروم بيعمل ايه؟ كروم بيحسن من حرق النشويات لان هو بيشتغل على كده وكمان بيحسن من فرز الانسولين او بينظم فرز الانسولين. الانسولين احنا اتفقنا الانسولين هو اللي بياخد السكر الجلوكوز من الدم ينقله الخلية يبقى النهارده مريض السكر لا بيستا هتبقى مناسبه له جدا. ليه؟ الياف ذوابه في الميه بتحسن من تحفيز الانسولين ال 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 اللهم على محمد الكروميوم أيوة. كروميوم بيعمل ايه بيحرق النشويات النشويات اللي هي مصدر الكربوهيدرات اللي هي مصدر للسكر أيوة. ثاني حاجه ان هو بيحسن من افراز الانسولين في الدم وبالتالي بينظم السكر في الدم يعني مرضى السكر مناسب الناس اللي عندهم كوليسترول ياخدوهم مطمنين اه اتفقنا احنا الاف الزوابع بتقلل الكوليسترول السيء وبترفع الكوليسترول الكويس اللي هو الاتش دي ال تمام طيب دكتور الجرعه قد ايه ونحصل عليه ازاي برضو تمام بس الجرعه آه خلي بالك ان يعني ناخده كم مره في اليوم ولا تمام. ولا ده يترتب على حسب انا باكل قد ايه في اليوم؟ تمام تمام بصي هتلاقي بيستا احنا كل شويه بنكتشف في حاجه جديده م -م. تمام يعني احنا اكتشفنا ان بيستا يتاخد على كوبايه ميه ساقعه قبل الاكل بنص ساعه كويس. لان الميه الساقعه بتزود معدل الحرق اكتر من الميه العاديه اه تمام كده حضرتك قلت لنا كده الحلقه اللي فاتت دي فقط. كلها دي احنا ب... احنا خلي بالك احنا دايما هتلاقي بيستا بت... هي بتعدل بت... من المعلومات تمام بيتاخد قبل الوجبه الدسمه بتاعتك بنص ساعه كويس في ناس على فكره بتاكل 3 4 وجبات في اليوم آه. يبقى بيستا بيتاخد قبل 3 4 وجبات في ناس بتاخد وجبه واحده في اليوم يبقى بيتاخد الوجب. قبل وهتلاحظ حضرتك ان كميه الاكل اللي بتاخديها بتقل لان احنا اتفقنا من المره اللي فاتت ان التخسيس هو مش حرمان أي. هو ان انا بقلل بقلل كميات كميات الاكل مظبوط تمام ليه؟ بقلل كميات الاكل ليه؟ عشان ده ما ياثرش معايا في الفيتامينات والمعادن، ما انا لو منعت اكل يبقى في الاكل ده مصدر من مصادر الفيتامينات والمعادن، هخش في مشاكل ثانيه في في الفيتامينات والمعادن اللي احنا هنحلها. تمام يبقى هو بيتاخد على كوبايه ميه ساعة قبل الاكل بنص ساعه في الوجبات الاساسيه بتاعت ال... بتاعت الشخص. تمام طب في بقى احد المشاكل حاجات لسه كنت بتتكلم عنها طب. بت... يمكن بتظهر معانا احنا اكتر السيدات اكتر من الرجال شويه فكره ان انا مع الدايت او مع ان انا باخد حاجه احافظ بيها على وزني عشان اظبط دنيتي ممكن يجي لي شحوب تحت عيني ما كنتش انا اصلا بنام كويس بس ممكن شعري يتاثر اكيد بشرتي بتتاثر وبتجف يعني بص يا دكتور في عوامل وغصب عننا بتحصل لانه احنا مش دايما كل يوم ماشيين كما قال الكتاب يعني فاسمح لي لما يعني ده عايزين نتفاداه بقى عايزين نلحقه قبل ما يظهر هل تمام. في طريقه نلحقه كله ما يظهر بص حضرتك لو ترجعي كده بالذاكره ورا حضرتك لما دايما كنا نروح الدكتور نقول له عندنا الشعر بتاعنا بيقع كان يروح كاتب لك زنك صحيح صح كده ايوه مظبوط انا بقى بديك الزنك اوكي بديك الزنك ازاي في قلب من ضمنه مالتي فيت اه تمام مالتي بتاعه ايوه فهمت قلب مالتي <applause> اللي هو الزنك كويس خلي بالك تقصف الشعر هو ساعات بيحصل من غير ما حضرتك تبقي عامله دايت مم. لان ممكن احنا ما بناكلش الاكل اللي فيه زنك كتير صحيح انا ما بقاش عامل دايت وممكن ابقى تخنان وعندي زياده مم. في الوزن بس انا عندي مشكله في في الزنك فهمت فانا بقول لحريك لا انت هتاخد الزنك عشان انت بتعمل دايت فانت هتاخد الزنك في القلب ملتفيد دي رقم واحد رقم اثنين خلي بالك حضرتك ان انت النهارده فيتامين سي مم. اللي هو مصدر اساس الكولاجين خلي بالك كمان البيستا فيها فيتامين سي لان مم. هي بتزود في عملية الحرق اه ما انا لسه كنت بقول لحضرتك دي معلومه مهمه جدا حتى انا المره اللي فاتت تمام آه. ففيتامين سي اللي موجود في القلب ملتفيد ده كولاجين يعني بيزود من نضاره البشره. كويس. بالاضافه خلي بال حضرتك ان هو كمان بيرفع من المناعه. آه وكمان طبعا. وكمان بيزود في الحرق. تمام. حضرتك هتلاقي فيتامين سي من ضمن الأعراض بتاعته اللي هو بتلاقي حضرتك نزيف اللسه، مم. يعني الناس اللي عندها دايما اللسه بتاعتها بتنزل دم يبقى خلي بالك انت عندك نقص فيتامين سي يبقى لازم تاخد القلب ملتفيت. تمام؟ هو القلب ملتفيت ميزته في ايه؟ معظم الحاجات اللي موجوده في السوق مش هتلاقيها فيها الكوكتيل ده من المالتي فيتامينز م. انا في الايه المالتي اديتك 13 عنصر اساسي م. فيتامينات ومعادن الجسم محتاجها يعني خلي بال حضرتك هتلاقي في السوق ممكن تلاقي فيتامين سي بيتباع لوحده م. وفيتامين اي بيتباع لوحده مظبوط ومش عارف فيتامين اي بيتباع لوحده وبيسقط من وفيتامين حاجات فيتامين سي والكبر اللي هو ال... ال... النحاس بيتباع لوحده كل ده انا جمعته لك في قرص واحده تاخده بعد الفطار بنص ساعة على كوباية مية برضو مم. كل ده أنا جمعت لك هذه الفيتامينات والمعادن في قرص واحد بتاعك يعني الكورس ده ناخد بيستا وناخد الالبا مالتي فيت يا دكتور بس حضرتك هقول لحضرتك على حاجة من أوه. خلال التجربة بتاعتي أيوة من وجهة نظر أنا مم. بتاخد بيستا عشان تخس تمام لازم تاخد معاه الالبا مالتي فيت تمام عشان ندعم بالفيتامينز أيوة سببين السبب الأولاني إن أنت لما هتيجي هتقلل كميات الاكل بتاعتك فوارد جدا كميات الفيتامينات والمعادن اللي بتخش جسمك هتقل برضه ايوه طبعا انت محتاج ايه تعوض ده صح الحاجه انت محتاج فيتامينات و تزود عندك من معدات الحرق <applause> ده اللي هي موجوده فين في القلب مالتفيت تمام <applause> طبعا في متابعه مع الحالات يا دكتور يعني الناس اللي بتاخد ده بتبدا حاجه بيبقى في متابعه من خلال آه آه التليفونات بصي حضرتك من خلال بصي بصي هو ميزه التغذيه العلاجيه ان انت بتشوف ده على العيان مظبوط يعني انا لما باخد البيستا آه. قبل ما يقول لك هيقول لك انا اكلي قل حاجه انت شفتها هيقول لك على فكره انا معدلات كل حمام منتظمه دي حاجه بتشوفها كويس. لما تيجي تاخد القلب مالتيفيت هيك اول ما تفتح القرص بتاع المالتي القلب مالتيفيت هتشم فيه فيتامين بي ريحته بتبقى نفاذه طبعا ما تفتح القرص مم. هتشم ريحه فيتامين بي هو في مجموعه فيتامين بي كلها يا دكتور آه. خلي بالك فيتامين بي لما احنا لو ربطنا القلب الملتفيت بالبيستا في عمليات م. الحر م. تمام هتلاقي ان فيتامين بي 12 م. هو مسؤول عن التمثيل الغذائي للكربوهيدرات اللي هي اساسا بتفرز على هيئه الجلوكوز اللي احنا النهارده ظبطنا القصه دي أيوة. مع مريض السكر تمام والله يا دكتور يعني هي حاجات مهمه بس مرتبطه ببعض وفي ناس كتير تغفل الموضوع انا بصراحه ببقى مستمتعه لانه التفسير بتاع الاشياء دي لما بنفهمه بيفرق معانا جدا الحقيقه في حياتنا طبعا يعني بشكر حضرتك طبعا دكتور علاء انت شرفتني بجد ونورتني انا, أنا بس قبل ما اكتب خلي بالك احنا ربطنا ايوه بين وجودنا في قناه الاهلي اه وما بين البيستا أيوة. وبين الملتفيت وربطنا كمان ما بين المناسبات السعيده وحضرتك والاكل الله يخليك يا دكتور اسمحوا لي طبعا بشكر حضراتكم بشكر ضيفي اللي شرفني نورني النهارده دكتور علاء الدين احمد اخصائي تغذيه العلاجية. شرفتني نورتني يا دكتور شكرا وبشكر حضراتكم لحسن المتابعه واتمنى نكون جاوبنا على اسئله حضراتكم دكتور علاء يعني دايما بنبقى مهتمين وطبعا الى مزيد من الأسئلة حضرتك بعتها سواء من خلال صفحه الشركه بايوناتشرال او من خلال صفحتي الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي نتلقى كل الاسئله ونجاوب عليها في الفقرات الطبيه الخاصه مهارات عظيمه واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده و عليكم